بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية من أرضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم بانطلاق هذا المساء منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال ختام تمهيد المرموم وانطلاق سن لقاية على مدار 14 جوطا ستكون حاضرة ومسافة 4 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله تعلن هذه الانطلاقة التي تبدأ من خلال هذه اللحظات حاملة هذه الأسماء والشعارات القادمة للمشاركة في هذا الختام والباحثة عن تتويجها بالناموس من خلال المشاركات في أرضية هذا الميدان. على بركة الله نبدأ ونسير دائما بالمقدمة بعد الترحيب بكل مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام من يتابع انطلاقات هذا المساء المميز، مساء المفاجآت والتحدي والانطلاقات. الشاهينية في المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما في المركز الثاني الدخول قادم في انطلاقة عالية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما الشاهينية أيضا على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة، وفي المركز الرابع من خلال انطلاق هذه اللحظات الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. في التضمير انتقلنا إلى المركز الخامس من خلال هذه اللحظات والتواجد لانطلاق الواعية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما على المركز السادس تأتي الشاهينية لهجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي. انتقلنا إلى جواهر في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهاجري، وعلى المركز الثامن تظهر هنا محبوبة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منان في التضمير، وهنا على المركز التاسع إلى بالصوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وهناك على المركز العاشر في هذا الانطلاق القادمة هي النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري. أسماؤنا ونداؤنا الأول لمتابعينا الكرام لانطلاقات هذه اللحظات على أرضية هذا الميدان تبدو مع البداية وتبدو مع الإثارة في كل المسارات. ما شاء الله منتصف المسافة والألفي متر الواضح أيضا من خلال هذه الأسماء، تصدر شاهيني عاصفي في المراكز الثلاثة الأولى من خلال هذه الانطلاقات، وغياث الهلالي يقدم أيضا جديد المفاجآت في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. هناك على المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، وهنا المركز الخامس بالصغان في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ما شاء الله هذه الأسماء والخماسية على المقدمة والكل يقترب مع لحظات البداية، لحظات الانطلاق في الأشواط الأولى التي تحمل أشواط الساعات، الجوائز العينية التي رصدت لهذه الانطلاقات في أول أشواطنا في هذا المساء. يا سلام يا سلام يا سلام، نقترب من الإعلان النهائي لكل المتابعين والمشاهدين والمراقبين، ولا يزال الشاهينية على المركز الأول 1200 من خلال هذه الأسماء، تقدم شاهيني عاصفي ثلاثي على المقدمة والبداية الأولى، بينما الشاهينية أيضا تنضم للصراع في هذه اللحظة في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي
الحميري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، القادمة أيضا في هذه الأسماء، أربع 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 على الانطلاق، والكل يحمل أسماء الشاهينية في هذا المسار وهذه البداية. ما شاء الله، شوفوا تابع أيضا الانطلاق والاجتهاد والتجهيز، يا سلام يا غياث الهلالي، معلن هنا الهجوم المبكر مع هذه الأسماء الشاهينية تقود المركز الأول في هذه اللحظات، الهجن العصبة مع غياث الهلالي، بينما في المركز الثاني الشاهينية أيضا في المركز الثاني، الهجن العصبة وقيادة غياث الهلالي والشاهينية في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع تيج بن سالم بالعرطي الحميري. الله 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 الله، أول نواميس هذا المساء وانطلاقة هذه الأمسية هنا في أماسي السباقات، تعلن مع هذه اللحظات الشاهينية في المركز الأول تهانينا والناموس إلى هجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا التفوق والأداء الرائع الذي قدمته الشاهينية، وشكرا غياث الهلالي، أداء مميز ما شاء الله مع انطلاقة هذه اللحظات والأداء الجميل الذي جاءت به الشاهينية في المركز الأول. الشاهينية أيضا في المركز الثاني، الهجن العاصفة الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز الثالث، وفي المركز الرابع بالصوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هذه الأسماء وهنا التحدي والإثارة، نتابع التوقيت، نتابع التوقيت مع هذا الختامي مع هذه الأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام، 5 دقائق 50 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثواني، ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما المركز الثاني كانت به أيضا الشاهينية في هذا الأداء المميز والتي قدمت أيضا أداء رائع من خلال هذه اللحظات، تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي، 5 دقائق 56 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت الشاهينية أيضا، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، 5 دقائق 57 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. شوط المحليات انتهى ويبدأ شوط جديد، هو شوط المهجنات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، ومن فعالياتي وخطاب